كنظن انه لما كنتكلموا على البقالي لان كان متوقع انه يجيب لنا ميداليه ذهبيه، خاصه انه كيف قلنا ان الرياضه المغربيه للاسف لم تكن موفقه في هذه الاولمبياد، ويمكن ماشي هذه الاولمبياد لان الناس كتقدم وحنا للاسف نتراجع للوراء. اليوم الا كنا كنتكلموا على البقالي فخصنا نشكروا سفيان البقالي ومن يشتغل معاه، لان بصدق بالنسبه لي اللي خصو يتم التهنئه ديالو هو البقالي على المجهود ديالو وعلى الاصرار ديالو، لان ميداليه ذهبيه للمره الثانيه تواليا كنظن ان هذا انجاز يشكر عليه البقالي ورفع الرايه ديال المغرب في الاولمبياد والنشيد الوطني سمعناه، هذا شيء جميل جدا يثلج الصدر، خلانا اليوم سعداء جدا وكنقولوا شكرا سفيان البقالي لانه بطل من ذهب وبطل اللي يمكن نقول انه دار كل ما في وسعه باش يفرح المغاربه. علاش؟ لانه ما تنساوش بان لما كنتكلموا على البقالي راه قبل ما يلعب في الاولمبياد راه كان مصاب، وهذه الاصابه غاب عليها واحد المده وغاب حتى على الاضواء لانه ما بقاش التواصل ديالو بتاتا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لانه كان شارك في الالعاب ديال العاب القوى ديال الملتقى ديال محمد السادس وفاز، ومن بعد منها كان تصاب ووجد وبريبارا واستعد واليوم قدر انه يجيب لنا الذهب. فنقول انه شكرا للبقالي، شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد اننا نشوفوا الذهب مره اخرى عن طريق سفيان البقالي والعاب القوى، لان كنا دائما نتألق بهذه جوج الرياضات اللي ألعاب القوى والملاكمة. اليوم ألعاب القوى أعطانا البقالي ميدالية ذهبية، السؤال واش كاين شي بقالي آخر من بعد ما هذا البقالي هذا اللي فاز لنا بجوج ديال الميداليات ومجموعة من الميداليات الذهبية.